منفوت على الستاند التشاينيز. تشاينا من خمس سنين استقبلت الاكسبوزيسيون يونيفرسال، اكيد عاملين شيء كثير ضخم، رح نشوفه سوا. عم نشوف الرايس كولتيفيشن كلتشر، تاريخ اكيد كثير قديم، اكثر من 14000 سنه. عم بتعلم كل شيء عن تاريخ التوفو. مثل ما بنعرف الصينية كتير قوية بكل شيء دوك. هون عم نشوف ال 10 phases of preparation of the ducks. Chinese people مثل ما بنعرف مليار و200 مليون شخص، مش بس لازم ياكلوا، بس لازم كمان ياكلوا بطريقه كثير صحيه. It's a big challenge. أنا قدام حقل قمح ارتيفيسيال. عم نشوف كيف الضوء عم بتغير، في هيك أمواج عم تطلع، في 20,000 فلات عم بيعطونا هالإيفكت الفظيع. برافو تشاينا، عن جد برافو، بتجننوا بتجننوا. عم بستعمل كاميرا 4K على تكنولوجي من التشاينيز تلفزيون. أنا هون ببيتون. إمبرسيف. عم بلحق تينتين منشان نروح نعمل تيستين. هلو هلو شيف، هلو شيف، ريدي؟ جو. يلا صرنا جاهزين، نحن هلا بالمطبخ مطعم صيني أكيد. وراح ندوق كونغ باو تشيكن مع سيشوان صوص. كلنا بنعرف سيشوان صوص، هلا نحن هون رح نشوف كيف بيعملوها عن جد. شيف جو. في عنا تراديشن كتير عتيقة كتير قديمة بالصين، أكل كتير هيلثي، بحبوا كتير الدجاج. حطينا الحار، حطنا بنحط الخضرة. شفتوا شو شاطر، مش معقول هيك بيطبخوا بالصين. كلها صوصات على الووك، واهم شيء في هالفليفله الحاره اللي بتعطيها طعمه كثير قويه. هيدا الكون باو تشيكن عم نسبه هلا. I like this one. Very hot, but I like it. فليفله حاره. Very hot. هون رح نشوف شو بيصير فيه. No, it's good. بحب الحار، بتجنن. Thank you, chef. Bravo. هلا رح نشوف preparation of stewed noodles هونيان ستايل. رح تشوفوا شيء فظيع. وين خليت الباستا؟ بإيطاليا ما بالصين؟ هلا رح نشوف. يعني عجيب عجيب كل هالمانواليتي اللي عنده اياها مشان يعمل الباستا، شيء عن جد كثير حلو. عم نحط هلا فيها شوربة الخروف مع الباستا، رح نشوف شو طيبة. Thank you, chef.
fresh, تازة بتجنن. اوف كثير طيبة. هو شان كيو ها؟ هو شان كيو ها؟ هو شان كيو ها؟ اوكي. شان كيو ها؟ هو شان كيو ها؟ برافو تشاينا. برافو. برافو. بيجننوا بيجننوا. عن جد شاب عظيم كثير سيريس بيجننوا. كلهم ضحوكين، كلهم مهذبين، بنحب اكلهم وبنحبهم. برافو.